وصل إلى معبر رفح البري ما يقرب من 200 فلسطيني قادمين من السودان بعدما تم إجلاؤهم بواسطة مصر في إطار جهود الدولة المصرية لإجلاء مواطنيها ورعايا الدول الأخرى من السودان. وكان من بين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى رفح طلاب وعائلات وأطفال تم نقلهم من السودان إلى مصر عبر وسائل نقل آمنة وفرتها السلطات المصرية. يواصل معبر أرقين البري استقبال المصريين القادمين من السودان، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تنفذها الدولة لعودة المصريين هناك. كما استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول، حيث شهد المعبر وصول فوج من الرعايا الصينيين القادمين من السودان في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. للمزيد ينضم إلينا مباشرة من معبر أرقين البري الزميل هشام عبد التواب. هشام، برحب بك معنا إلى هذه الجولة الإخبارية. الحقيقة أنه منذ اللحظات الأولى وتتسارع جهود مصر طبعا في عملية إجلاء المصريين القادمين من السودان بعد تفاقم الأوضاع الأمنية وحتى الإنسانية. لو تنقل لنا الصورة هشام لديك في معبر أرقين البري، تفضل. نعم دانا، الصورة يعني بالتأكيد تتحدث عن نفسها. في كل مرة نتابع الوضع هنا في معبر أرقين، الأعمال والجهود لا تزال جارية ومستمرة كما نتابعها، والحقيقة في استمرار لتوافد العديد من الجنسيات إلى هنا إلى معبر أرقين. شاهدنا منذ قليل مجموعة من الرعايا من
دولة الفلبين طبعا بالتنسيق مع وزارة الخارجية ودولة الفلبين، أيضا مجموعة كبيرة من الجنسيات الأخرى، نتحدث عن 50 دولة حول العالم رعاياها وصلوا إلى هنا، وأيضا 6 منظمات دولية وإقليمية. بالنسبة دانا إلى آخر الأرقام الخاصة بالمصريين الذين تم إجلاؤهم حتى اليوم، نتحدث عن أكثر من 5300 مواطن مصري تم إجلاؤهم بالفعل، سواء عن طريق النقل الجوي أو حتى النقل البري من هنا من أرقين أو حتى في معبر قسطل، وبالتالي العملية لا تزال مستمرة والأعداد الآن في تزايد. دانا، نحن شاهدنا في اليوم الأول حتى الآن الأعداد تتضاعف، ليس فقط تتزايد، كنا نتحدث عن 400 أو أكثر من 400 بقليل في اليوم الأول، الآن نتحدث عن 5300 مواطن مصري تم إجلاؤهم بالفعل. بالتأكيد هذا إلى جانب الأعداد الكبيرة من الجنسيات الأخرى، نتحدث عن 14,000 مواطن من الجنسية السودانية وأيضا 2,000 من كافة الجنسيات الأخرى، كما ذكرت لك أكثر من 50 جنسية تمت يعني تم إجلاؤها ووصلت إلى هنا إلى معبر أرقين أو حتى معبر قسطل. بالنسبة دنا لي الأعمال الخاصة بالمساعدات هي لا تزال مستمرة، بل بالعكس تتزايد. اليوم لاحظنا تزايد في هذه المساعدات، لاحظنا خيم جديدة للهلال الأحمر المصري طبعا لخدمة كل هذه الأعداد التي تأتي إلى هنا، كما نشاهد الآن في الصورة دنا لو تتابعين هذه الخيم التي نصب بعضها بالفعل الهلال الأحمر، وفي استمرار لنصب هذه الخيم لتقديم المساعدات. هذه الخيم تشتمل على مساعدات غذائية، نتحدث عن مواد غذائية كثيرة، الأطعمة الجافة وغيرها، أيضا زجاجات المياه الباردة لأن الجو درجة الحرارة عالية جدا هنا في معبر أرقين. أيضا هنالك خيمة لخدمة كبار السن، لأن عدد كبير من القادمين من مناطق مختلفة من السودان هم من كبار السن وبالتأكيد يحتاجون إلى خدمة ورعاية، وأيضا الخدمات الطبية لا تزال مستمرة ويقدمها الهلال الأحمر المصري بشكل مستمر على مدار الساعة، وتوجد كافة الأدوية اللازمة، أيضا عربات الإسعاف تجوب كل مكان هنا في داخل المعبر كما نتابع، وأيضا كافة الخدمات دانا لا تزال موجودة وتقدم بشكل مستمر، وكما ذكرت لك هي تتزايد مع تزايد الأعداد، واليوم في حركة أكبر من الأمس. الأمس كان في حركة سريعة جدا لخروج الحافلات التي كانت في الجانب المصري وعملية تسهيل الإجراءات لهم، اليوم تم استقبال حافلات جديدة، وأيضا كما ذكرت في البداية استقبال الوفد من الفلبين الذي كان موجود هنا وتابعنا دانا. هشام، من ضمن جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في ضمان عملية إجلاء المصريين طبعا القادمين من السودان، كان هناك تنسيق وتواصل بشكل مستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم وحتى القنصليات المصرية سواء كانت في الخرطوم أو حتى في بورت سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة، كيف يعني يثمن القادمين من السودان كل هذه الجهود المصرية للدولة المصرية وحتى القيادة السياسية في ضمان عملية إجلاء كل القادمين من السودان؟ بالتأكيد هم يثمنون ذلك بشكل كبير، ونحن نرى دائما تصريحات المصريين الذين يتم إجلاؤهم إلى هنا إلى مصر بعد الكثير من المتاعب يعني التي شاهدوها خلال الأيام الماضية. بالتأكيد هم مقدرين تماما لدور الدولة في هذه العملية، عملية الإجلاء، والعملية فيها تطورات كبيرة، خليني أشرحها لك. أنه في إعادة تمركز من الخرطوم إلى أماكن أخرى طبعا للتأمين والعملية التأمينية للقنصلية المصرية وأيضا أعضاء الدبلوماسية والمكاتب الفنية لوزارة الخارجية، بالتأكيد في إعادة تمركز، ولكن العمل لا يزال مستمر. النهاردة صباحا نشرت وزارة الخارجية مجموعة من مناطق التجمع لإجلاء الرعاية المصريين، أولها القنصلية في بورت سودان ومطار بورت سودان، أيضا نتحدث عن دونجولا، مطار دونجولا ومعبر قسطل، وهنا في معبر أرقين. هذه نقاط التجمع التي تحدثت عنها صباح اليوم وزارة الخارجية للتسهيل على المواطنين وإجلائهم في أسرع وقت ممكن، ونحن نتابع هذه الجهود مستمرة في عدة مسارات، إن كان النقل الجوي أو حتى النقل البري بوتيرة متسارعة،
الساعه، وزي ما قلت لك دانا الارقام تتضاعف، ليس فقط تتزايد بشكل او باخر، هي تتضاعف بشكل كبير، ونحن راينا بالامس الاعداد الكبيره، اكثر من 1300 مواطن مروا عن طريق النقل البري، ايضا اكثر من ذلك عن طريق النقل الجوي. اذا العمليه متسارعه والتنسيق لا يزال مستمر مع الجانب السوداني بالتاكيد لتامين الرعايا المصريين الى حين وصولهم الى مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا الزميل هشام عبد التواب على هذا الرصد وهذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك هشام. أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الموجودين في السودان والراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى مناطق التجمع التالية: القنصلية المصرية في بورت سودان أو مطار بورت سودان أو مطار دنقلة ومعبر قسطل ومعبر أرقين. كانت وزارة الخارجية قد أعلنت إجلاء 5327 مواطنا مصريا من السودان. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن جهود الدولة نجحت في إعادة 1365 مواطنا بالأمس عبر الإجلاء البري و1283 مواطنا عن طريق الإجلاء الجوي بإجمالي 2648 مواطنا، ليصل بذلك عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى 5327 مواطنا. أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت على النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16 ألف شخص من غير المصريين إلى داخل مصر حتى اليوم. أوضح المتحدث أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين قد تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد على 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة وست منظمات دولية. هذا وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، وحتى العمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. جهود كبيرة ومستمرة تبذلها مصر لإعادة مواطنيها من السودان سواء عبر الإجلاء البري أو الجوي، إذ تواصل قاعدة شرق وبكثافة استقبال المصريين العائدين من السودان بعد نجاح عمليات إجلائهم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان سلامة المواطنين المصريين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. العائدون من السودان أعربوا عن شكرهم وتقديرهم الكبير للرئيس السيسي ولجهود الدولة في إعادتهم إلى أرض الوطن. تحيا مصر، تحيا مصر، مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. وتحية للقائد عبد الفتاح السيسي اللي هو ما فرطش في أبنائه وجاب جزء كبير، والباقي هيجي تباعا إن شاء الله. مش قادرة أوصف لك، يعني أنا كنت بموت هناك أصلا، أنا وبنتي كنت بموت هناك، الضرب من كل ناحية، من كل ناحية كان محاصرنا في البيت بكل، يعني كنا بنترعب، كنا بنشاهد كل يوم على نفسنا. وحي بجد يعني كتر خير الجيش المصري بصراحة، يعني أنقذنا. ده أمل جديد طبعا وعمر جديد، لأن شفنا الموت بعينينا، فالحمد لله وصلنا بالسلامة وتحيا مصر. الحمد لله إن احنا وصلنا بالسلامة، وأول ما جالنا الخبر إن في طيارات تبع القوات المسلحة المصرية، فطبعا ده حاجة خلتنا فخورين بمصر، اقسم بالله اكتر ما احنا فخورين بيها. وانا بشكر رئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر جمهوريه مصر العربيه، وانا فخور بجد ان انا مصري. شكرا جدا للقوات المسلحه ولسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشكره جدا، عمل يعني حاجات كتيره جدا، والناس كلها بره مش هنا بس، السودانيين نفسهم بيشكروه جدا وبعارفين المجهودات اللي هو بيعملها وعملها معانا، حتى عرفنا ان هو فتح بابه للسودانيين وبيخشوا هنا وبيرحبوا بيهم، ويعني نقدر نقول مصر ام الدنيا وتفضل قد الدنيا. تحيا جمهوريه مصر العربيه، تحيا بص مصر فعلا بجد الامن والامان. ونشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحيا جمهوريه مصر العربيه. الدور المصري في جهود الاجلاء لم يتوقف عند المواطنين المصريين فقط، حيث تواصل مصر استقبال كافه رعايا الدول، اذ ادى نجاح مصر في توفير ممرات امنه الى تنسيق عدد من الدول مع الجانب المصري لاستقبال رعاياهم. يعني كنا قاعدين مرعوبين وخايفين، يعني قاعدين في بيوتنا وقفلين البيبان علينا، بس في خوف
بس لما عرفنا انه انتوا هنا يعني فتحتوا احضانكم لينا طول قدمنا وجينا على طول. مصر دايما احضانها مفتوحه ليكم. ان شاء الله يديكم الصحه وطولتوا العمر وتكونوا تمام تمام لجيرانكم دول، يعني جيرانكم دول برضو طيبين يعني كويسين. عايزه اعرف برضو شعورك انك وصلتي الحمد لله بامن وامان. الحمد لله نشكر ربنا كثير، بس هناك الضرب وكذا الواحد كان خايف وكذا، لكن نشكر ربنا جينا هنا. ربنا يديكم الصحه ويخلي لكم الرئيس ويطول في عمره زي ما بيعمل مع الناس، ربنا يديه على قدر نيته ان شاء الله. وضمن عمليات الإجلاء البري يواصل معبر أرقين الحدودي استقبال المصريين القادمين من السودان ضمن الجهود الكبيرة التي تنفذها الدولة لعودة المصريين هناك، كما استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. وزارة الخارجية أوضحت في بيان لها أن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16 ألف مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى 27 من إبريل الجاري، وتجاوزت أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة وست منظمات دولية. وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. هذا ونجحت مصر في إدارة ملف عودة المصريين العائدين من السودان بكل احترافية. وفي ظل الأوضاع الإنسانية المتأزمة مع اندلاع الأزمة في السودان، لجأت العديد من الدول إلى التواصل مع مصر في ظل الثقة الكاملة في قدرة مصر على إدارة هذا الملف. المزيد والعرض التالي مع الزميلة حور محمد. باحترافية كبيرة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت أجهزة الدولة ومؤسساتها مع ملف إعادة الجالية المصرية من السودان والتي يزيد عددها على 10,000 مواطن، بجانب اعتبار مصر الدولة الأولى التي استطاعت إجلاء قواتها التي كانت تشارك في تدريب مشترك مع القوات المسلحة السودانية. نجاح مصر في جهود إعادة مواطنيها انعكس في اعتماد العديد من الدول الأجنبية عليها في استقبال رعاياهم، فكانت مصر البوابة الآمنة للمصريين العائدين واستقبال الأشقاء السودانيين والرعايا الأجانب في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، وذلك من خلال التنسيق الفعال بين مصر والسلطات السودانية من ناحية وتشكيل خلية الأزمة المتناغمة للتعامل مع الملف من ناحية أخرى. فمنذ اليوم الأول للأزمة في السودان عملت مصر على ترتيب ملف إدارة عودة المصريين، حيث ترأس الرئيس السيسي اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لدراسة الأوضاع الأمنية ووضع خطة دقيقة ومحكمة للتعامل مع الأوضاع في السودان عبر التنسيق الجيد مع الأطراف السودانية لضمان عمل ممرات آمنة للحفاظ على المصريين في ظل تصاعد الموقف، وذلك مع التأكيد على سياسة مصر بعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية لخصوصية الدول في إدارتها لملفاتها. الدولة المصرية قامت أيضا بالتنسيق مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان لتأمين عودة عناصر القوات المسلحة كافة إلى أرض الوطن بسلام، فاستطاعت أن توفر تأمينا شاملا لعملية إخلاء 177 من القوات المصرية عبر مطار مروي إلى القاهرة، تبعها تأمين وصول 27 آخرين إلى مقر سفارة القاهرة بالخرطوم في عملية معلوماتية وتنسيقية دقيقة لضمان سلامة عناصر القوات المسلحة. وقد سخرت الدولة أدواتها لتنفيذ عمليات دقيقة لعودة أبنائها من السودان، وهو أمر معهود للدولة المصرية كما حدث في دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا والصين،
فشكلت مصر خلية أزمة لإدارة ملف عودة المصريين العالقين في السودان من جهاز المخابرات العامة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية وأيضا وزارة الهجرة بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي ترفع إليه بشكل مستمر تقارير دورية عن الموقف على الأرض وأمن وسلامة المواطنين العائدين. العقيدة المصرية في إدارة الأزمة تمثلت في عدم الخروج الدبلوماسي إلا بعد التأكد من خروج آخر مواطن مصري من أرض السودان، وهو ما اختلف مع موقف العديد من الدول التي أجلت دبلوماسييها وأغلقت سفاراتها، فيما جاء الموقف المصري راسخاً وثابتاً في تحقيق الأمن والتعاون مع الدول الشقيقة، مما أعطى صورة إيجابية للمجتمع الدولي للتعاون مع الدولة المصرية لخروج رعاياهم. وفي ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الأمنية في السودان وتغير مناطق الاشتباكات، قامت السفارة المصرية في الخرطوم بإعادة التمركز في منطقة آمنة للحفاظ على سلامة أعضاء البعثة الدبلوماسية وتوفير بيئة آمنة لاستكمال عملهم الإنساني. وفي ظل الدور المصري الفعال في التنسيق مع الأطراف السودانية الداخلية وخلية الأزمة المصرية، أشادت العديد من الدول بالدور المصري في استقبال رعايا الدول كافة، حيث أدى نجاح مصر في توفير ممرات آمنة إلى تنسيق عدد من الدول مع الجانب المصري لاستقبال رعاياهم عبر معبري قصل وأرقين البريين أو عبر الجسر الجوي. وقد شهدت جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في السودان عدة إشادات باستقبال الدولة المصرية للرعايا الأجانب، كما شهدت تأثير الأزمة السودانية على دول الجوار، وهو ما ظهر في كلمات ممثلي دول عدة وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان والإمارات، وأيضا ممثلو منظمات الإغاثة الإنسانية في السودان، هذا في ظل الدور الذي لعبته القاهرة في استضافة العائدين. الدور الذي لعبته الدولة المصرية والشعب المصري المضياف يعطي رسائل مفادها أن مصر صمام أمان الإقليم، ولن تألو جهدا في تحقيق الأمن والأمان لشعبها وضيوفها أيضا داخل أراضيها، ما يزيد من الثقة الدولية في الإدارة المصرية صاحبة الخبرات المتراكمة خاصة في وقت الأزمات، وهو ليس بالغريب عنها. مشاهدين الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول جهود مصر في إعادة رعاياها من السودان وانعكاس ذلك على الثقة الدولية. هذا وقدمت العديد من الدول الشكر لمصر على جهودها في إجلاء رعايا من السودان في ظل الظروف الصعبة هناك، نتابع أبرزها في هذا العرض. We'll be right back.
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن ميليشيا الدعم السريع شنت هجوما على قوات الجيش السوداني في منطقة جبل أولياء، وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم، كما نجحت في تدمير عدد من مركبات الميليشيا. اتهم الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع باستمرار خرق الهدنة عبر مواصلة القصف والقنص العشوائي على محيط منطقة القيادة العامة. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش السوداني إلحاق خسائر فادحة بميليشيا الدعم السريع أثناء محاولتها الهجوم على أحد مواقع بشارع النيل، ودمر عربتين قتاليتين تابعتين للميليشيا، مضيفا أنه تمكن من صد هجوم الميليشيات على قواته بجنوب أم درمان وتدمير القوة المهاجمة. كما أشار إلى أن الميليشيا تسببت في انقطاع الكهرباء عن الخرطوم، ونهبوا مجمع أبراج، وارتكبوا فظائع بحق المدنيين. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، ولذلك يتعين على الأمريكيين المغادرة في غضون ما بين 24 وحتى 48 ساعة. هذا وأضافت أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق شديد جراء انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، ومشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية نشرت موظفين قنصليين إضافيين. أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان أن الرئيس فولكر بيرتس سيبقى في البلاد مع فريق مصغر من البعثة، وذلك بعد إجلاء عدد من موظفي المنظمة الدولية من السودان. أعربت البعثة الأممية عن أملها في استئناف عملها في دارفور في أقرب وقت ممكن. إلى أبرز تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن الهدف الحقيقي للغرب في أوكرانيا هو هزيمة روسيا بشكل استراتيجي وتهديد الصين والحفاظ على وضعه الاحتكاري، مؤكدا في الوقت ذاته أن دول الناتو نشرت قدراتها العسكرية ضد روسيا. هذا وقال الرئيس فلاديمير زيلينسكي إن الضربات الليلية التي شنتها روسيا على أوكرانيا تجعل موسكو أقرب من الفشل والعقاب. دعا زيلينسكي إلى ضرورة الرد على ما تقوم به روسيا ضد أوكرانيا وبشكل مناسب. هذا وكانت روسيا قد أعلنت أن قواتها قصفت نقاط انتشار لقوات الاحتياط الأوكرانية بأسلحة بحرية بعيدة المدى موجهة بدقة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الجيش شنت هجمات على أهداف عسكرية أوكرانية في اتجاهات متعددة. بدورها أعلنت السلطات الأوكرانية أن الضربات الروسية الليلية أسفرت عن مقتل 12 شخصاً. صرح مسؤول أوكراني بأن ضربة صاروخية نفذت على أراضي حوض بناء السفن في ميكولايف قضت على نحو 20 من كبار الضباط الأوكرانيين والأجانب والذين كانوا في اجتماع هناك. أوضح المسؤول أن الهجوم الصاروخي تم إطلاقه في الوقت والذي كان فيه العسكريون الأوكران يجتمعون مع زملائهم الأجانب دون أن يحدد جنسية الدول التي ينتمون إليها. تسلم
تستمر المواجهات الضارية بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية حول مدينة باخموت شرق أوكرانيا على الرغم من مرور 14 شهراً على بدء العملية العسكرية الروسية، مواجهات محتدمة بالقرب من المدينة التي أصبحت نقطة محورية في المواجهات. بعد مرور 14 شهراً على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا تزال المواجهات مستعرة بين القوات الروسية الأوكرانية، حيث تتواصل التطورات الميدانية على الأراضي الأوكرانية. مدينة باخموت التي أصبحت نقطة محورية في المواجهات تعرضت لقصف من قبل القوات الروسية، حيث قال رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين إن القوات الأوكرانية تتدفق على المدينة قبل شن هجوم مضاد وصفه بالحتمي. من جانبه أعلن الجيش الأوكراني أن المواجهات محتدمة في مدينة باخموت ومناطق قريبة منها، مضيفا أن القوات الروسية فشلت في التقدم نحو قريتين باتجاه الشمال الغربي، فيما تعرضت 12 منطقة على الأقل لنيران القوات الروسية. مدينة ميكولايف الواقعة في جنوب أوكرانيا هي الجبهة الثانية للمواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت المدينة بأربعة صواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود، فيما أوضحت سلطات المدينة إن خدمات الطوارئ أخمدت عدة حرائق مؤكدة أنها لا تزال تعمل على رفع الأنقاض. بدورها أعلنت سلطات منطقة دونيسك سيطرة القوات الروسية على القطاع الأخير من الطريق الذي يتم عبره إمداد مسلحي القوات لأوكرانيا في مدينة أرتيوموفسك. وفي السياق ذاته أشارت سلطات المنطقة إلى سيطرة القوات الروسية على معظم مواقع القوات الأوكرانية في مدينة مارينكا. على جانب آخر أفادت سلطات زاباروجيا بوقوع انفجار بالقرب من مبنى سكني في ميليتوبول بواسطة عبوة ناسفة. يأتي هذا بينما يتواصل الدعم الغربي لأوكرانيا لمساعدتها في صد الهجمات الروسية. دعم عسكري ومادي كبير قدمه الغرب وحلف ناتو وعدد من الحلفاء لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، دعم شمل تدريب عشرات الآلاف من الجنود فضلا عن توريد كميات كبيرة من الأسلحة. المزيد في هذا العرض مع كريم حاتم، نتابع. أهلا بكم. منذ اللحظات الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022 لم يتأخر الغرب وحلفائه في تقديم الدعم العسكري للقوات الأوكرانية. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أوضح أن الحلف وشركائه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 آلية مدرعة أخرى وكميات كبيرة من الذخائر، مضيفا أن الشحنات منذ بدء الأزمة تمثل أكثر من 98% من المركبات القتالية التي تم التعهد بها لكييف. بيان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أفاد في وقت سابق بأن حلفاء الناتو قدموا تدريبات لعشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، إلى جانب تقديم أكثر من 150 مليار يورو دعما، بما في ذلك 65 مليار يورو كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا منذ مارس 2022. يأتي هذا في الوقت الذي يقدر فيه حجم الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها إلى أوكرانيا بنحو 70 مليار دولار منذ اجتماع رامشتاين الذي تم عقده منذ عام في 26 من أبريل 2022. من جانبها أوضحت إحصاءات معهد كيل البحثي الألماني أن الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي قدمت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا ب 39 مليارا و 200 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة ب 5 مليارات و 900 مليون دولار، وذلك منذ يناير 2022 حتى 24 من فبراير 2023. وبالنسبة لحجم المساعدات العسكرية الألمانية لأوكرانيا فتقدر بنحو 3 مليارات و 900 مليون، إذ شملت أنواع مختلفة من العتاد العسكري كالمدفعية والمركبات المدرعة والألغام، بالإضافة للمسيرات والرادارات. يليها الاتحاد الأوروبي الذي قدم مساعدات ب 3 مليارات و 200 مليون دولار،
ثم بولندا وهولندا ب2,600,000,000 دولار لكل منهما. دبابات القتال الرئيسية مثلت أغلى القطع العسكرية التي حصلت عليها أوكرانيا من واشنطن وحلفائها، إذ وصل عدد الدول التي أرسلت دبابات إلى أوكرانيا إلى 16 دولة قامت بإرسال أنواع مختلفة من الدبابات، فأرسلت بلغاريا والتشيك ومقدونيا الشمالية وبولندا وسلوفاكيا دبابات T-72 وT-55، بينما أرسلت كندا والدنمارك وهولندا وألمانيا وبولندا وغيرهم عشرات الدبابات من طراز Leopard 2A4 وLeopard 2A6. من جانبها تعهدت بريطانيا بإرسال 14 دبابة تشالنجر 2 مسلحة بقذائف اليورانيوم المنظم، بينما تعهدت الولايات المتحدة بإرسال 31 دبابة أبرامز M1. كما قدمت اليابان والدول الإسكندنافية تعهدات إضافية كبيرة لدعم أوكرانيا في بداية عام 2023. إذن مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول أبرز المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية. شكرا لطيب المتابعة. أعلن الجيش الصيني أنه تتبع وراقب حركة طائرة أمريكية عسكرية من طراز B-8A عندما مرت فوق مضيق تايوان. وقال متحدث باسم قيادة المسرح الشرقي في الآونة الأخيرة إن السفن والطائرات الأمريكية مارست في الفترة الأخيرة أنشطة استفزازية بشكل متكرر، ما يبرهن على أن الولايات المتحدة تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في مضيق تايوان. قال خفر السواحل الفلبيني أنه دخل في مواجهة مع سفن صينية قامت بمناورات خطيرة في بحر الصين الجنوبية. ووقع الحادث بينما كان خفر السواحل ينفذ دوريات على مدى أسبوع في الممر المائي الاستراتيجي، وفي الوقت الذي كان يزور فيه وزير الخارجية الصيني في مطلع الأسبوع للقاء نظيرها الفلبيني والرئيس فرديناند ماركوس. من جانبها قالت الصين إن حادثا كاد يقع في بحر الصين الجنوبية بين سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية وسفينة دورية فلبينية تقل صحفيين نتج عن عمل استفزازي متعمد. واتهمت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية الفلبين بأنها كانت تبحث عن مواجهة وإثارة ضجة إعلامية. أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا أن 11 شخصاً لقوا حتفهم، فيما تم إنقاذ 58 آخرين عقب غرق زورق سريع يقل 78 شخصاً على الأقل غربي البلاد. أشارت إلى أن فرق الإنقاذ تبذل قصاري جهدها من أجل البحث عن 9 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين. من جانبه قال قائد الشرطة المحلية أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث. أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستقوم بإنهاء الإجراءات الحدودية المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا اعتبارا من غد السبت. وفي تصريحات لها قالت الحكومة اليابانية إنه سيتم إلغاء الإجراءات المطلوبة بالنسبة للأشخاص الوافدين إلى اليابان، وكذلك إنهاء الاختبارات العشوائية لعدد محدود من الأشخاص الذين يصلون على متن رحلات جوية مباشرة من الصين.
واقتصاديا، ارتفعت الأسهم الأوروبية لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت أو مدعومة بنتائج قوية للشركات، بينما يترقب المستثمرون تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في الربع الأول لتقييم قوة اقتصادات المنطقة. صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 3%، فيما انخفضت أسهم المرافق بنسبة 6%. هذا وشهد معدل التضخم في فرنسا تسارعا خلال شهر أبريل الماضي ليصل إلى 5.9% على أساس سنوي، بعدما تباطأ في مارس إلى 5.7% وفقا لتقدير أولي ذكره المعهد الوطني للإحصاء، والذي أوضح أن التضخم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات. هذا وذكر المعهد الوطني أن تكلفة منتجات الطاقة الغاز والكهرباء والنفط ارتفعت بنسبة 7% عن نفس الفترة من العام الماضي. أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالدس دومبرفاكسز أن التضخم بلغ ذروته في أوروبا وبدأ يتراجع تدريجيا. أكد أيضا أن الاقتصاد صامد بشكل أفضل من المتوقع، إلى أنه أشار إلى وجود تحديات تواجه اقتصاديات أوروبا يتعين مواجهتها. رياضيا، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم في الدار البيضاء استعدادا لمباراة الرجاء المغربي والمقررة مساء السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. هذا وفاز الأهلي ذهابا بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة 11 في تاريخه وتكرار تأهله على حساب الرجاء في الدوري ذاته الموسم الماضي. يواجه الوداد البيضاوي المغربي ضيفه سيمبا تنزانيا اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس. كان سيمبا فاز على الوداد حامل اللقب في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل. هذا ومن المقرر أن يستعيد الوداد البيضاوي خدمات كل من بولي سامبو جونيور ومحمد أوناجم بعد غيابهم في مباراة الذهاب. في المقابل سيتواصل غياب كل من أحمد أكتكناواتي وأمين فرحان بسبب الإصابة. فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-2 في أولى مباريات نهائي كأس مصر للكرة الطائرة، والتي تقام بالنظام الأفضل خلال 3 مباريات. هذا ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا مساء اليوم، حيث يحتاج الأهلي للفوز من أجل اللجوء للمباراة الفاصلة والتي ستقام يوم الأحد المقبل، بينما يتوج الزمالك باللقب حال فوزه. اقترب نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم من الفوز باللقب بفارق هائل عن أقرب منافسيه للمرة الثالثة في تاريخه. تزينت شوارع نابولي بلافتات الفريق استعدادا للاحتفال حال تحقيق الفريق الفوز على فريق ساليرناتا وفشل لاتسيو ثانية ترتيب على الفوز على إنتر ميلان. يرفع الفوز في مباراة سبت رصيد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي إلى 81 نقطة،
وسيصبح أول فريق يحقق اللقب قبل 6 جولات من النهاية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية وختام هذه النشرة الإخبارية، وهذه تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. بتوجيهات من السيد الرئيس السيسي، الدولة تواصل جهودها لإعادة المصريين من السودان. إشادات دولية واسعة بجهود مصر في إجلاء رعايا الدول من السودان. ورغم تمديد الهدنة، الجيش السوداني يتهم ميليشيا الدعم السريع بمواصلة القصف والقنص العشوائي على محيط القيادة العامة. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلتي دانا مدحت، وهذه تحياتي لحضراتكم، أنا سمر الزهيري، إلى اللقاء.